دكتور، نتحدث عن الثبات عند الابتلاء وهذه القضية وهذا الكرب الذي يهز كثير من الأشخاص، هل هذه الفطرة؟ هل هذا هو الصواب أم العكس؟ لو تصورنا أبا عالما كبيرا وعنده ولد يحبه حبا جما، وكأن هذا الأب العالم خطط لابنه أن يكون عالما، فلا بد من دراسة متقنة، لا بد من تفوق في الدرجات. فإذا رأى ابنه قد لها وسهى عن هذا الهدف الكبير، ساق له بعض الشدائد. هذه الشدائد من أجل أن ترجعه إلى الصواب، إلى رسم مستقبل رائع. فحينما يكتشف الابن أهداف الأب الكبرى المطوي على رحمة وعلى اعتزاز بابنه، يذوب محبة على ما ساقه له من شدائد حينما كان صغيرا. هي فلسفة المصيبة، وسميت مصيبة لأنها تصيب الهدف. فإنسان نشأ شرد عن الله، تحرك بلا منهج بلا مبدأ، اتبع شهوته، فالله كان ممكن يتركه كما هو إلى أن يستحق النار، لكن الله مربي، اسمه رب العالمين، يسوق له بعض الشدائد ثم يرفعها عنه قليلا، ثم يسخر من ينصحه بسلوك الطريق الصحيح. فإذا نجح هذا العمل الدوائي، نجح هذا الابتلاء، يكون حقق هذا الإنسان المبتلى سعادة الدنيا والآخرة. إلا أن الله عز وجل علمنا أن علة وجودنا في الدنيا الابتلاء، الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنا أقول البطولة دائما لا أن تنجو من الابتلاء بل أن تنجح فيه. فحينما ترى يد الله الرحيمة العليمة الحكيمة تسوق لإنسان بعض الشدة، هذا من أجل السعادة. لذلك قال العلماء الله عز وجل خافض رافع، لا يجوز أن نقول خافض، يخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويشفي ليداوي، فهي كلها أسماء متقابلة. يعني ما في شدة إلا بعد شدة إلى الله، وما من حال يعني الإنسان لا يحبه إلا وراءه خير كثير. هذا حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله ثمن الجنة تماما كالأب الرحيم. دكتور، هل يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن أي كرب أو ابتلاء يصيب الإنسان هو علامة تأديم ربنا له لأنه مقصر؟ ما من مصيبة إلا وراءها حكمة من الله، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. جميل جميل. يعني هاي الفكرة دكتور المسبقة اللي براس بعض الناس أنه لمن حدا ربنا يبتليه معناته هو أكبر غلط، أكبر غلط، ولو بالسر مخبيها. الله عز وجل يريد أن يكشف حقيقة هذا الإنسان، يسوق له الفقر، لا يسرق، نعم، لا يغش. يعني ساق له شدة، الشدة رفعت مكانته عند الله. هل هذا الذي أريد به المعنى دكتور في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي أن الله يريد أن يرى من يصبر ومن لا يصبر من العباد؟ لأنه هو دائما الرخاء سهل، نعم، التمتع بالرخاء سهل، بس أين البطولة؟ أين العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان القوي؟ هو الذي يظهر عند الشدة. لذلك قالوا الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.